الكحول صارت مشكلة كبيرة. هاي المرة الثانية المرة الأولى عدت فيني، المرة كنت خلاص ظبطت، شوف فكيت كل حاجة، وكان خلاص كنت بقول يلا مع السلامة، ولا فصل قال ايش اسمه، قال لي خلاص تعدت 15 دقيقة والمشكلة ايش، ما ساب لي هي كذا ناقصة، لا حلف لي هو كله. فأقول لكم كل شيء مع شرحي، السماعات مريحة، هجربها واكتب لكم رأيي في الكومنت، واحط الحين اقول لكم هي مريحة تسيك، امزح والله من جد مريحة، فتستاهل تشتريها، بس خلوني اسمع الصوت بعدين اكتب لكم في الديسكريبشن تستاهل ولا لا. بس دحين يعني مع الفخامة والنعومة الصراحة تستاهل. معاها جاء كابل للموبايل او البيس فيتا، وجاء شاحن، وتوقع بس هذا، وشنطة. فبسرعة انتقل للشيء اللي بعده، كنترولر ال A3 وال R3 خشنين، ولا يد ملمسها غير، فانا كنت احسبها نفس اليد، بس ما هي يوم يومين اتعود عليها. فبسرعة طفي مكان، فهذا شيء تحطه على جنب الجنب السوني او تحت السوني او فوقه اللي كنت حاطه بالعرض، ايش اسمه اللي كنت حاطه بالطول تحت او فوق السوني، اذا بالعرض يمين او يسار السوني، وتشبك هذا اليو اس بي في السوني، وتركبه على السوني برضو كذا، تشيل هذا اليو اس بي تخليه من هنا، تشبك وتحط السوني هنا، تلصقه في السوني، فهيصير من الجنب الثاني ثلاثة فتحات USB، ثلاثة فتحات USB زيادة. يعني زي الستاند وثلاثة USB نفس الوقت، وأنا كنت ما كنت أحسب أنها تصير ستاند، اشتريت ستاند كمان. ستاند شوفوا من ورا في له هذا الشيء، لو تركب السوني لازم تقفل هذه، تخليها بالعرض، هذه هي تكون بالطول تقفلها بالعرض، الاثنين طبعا مو بس واحدة عشان الفتحتين دي. فهذا كل هذه حقت اليو اس بي، عشان تشتغل لازم برضو تشبكها في الكهرباء من ورا هنا، لو في فتحة زي سماعات ويجي معاها فيش، تشبك الفيش، تشبكه بالكهرباء. فبس هذا اللي كان عندنا اليوم، فسوينا لكم 4 انبوكسنج في فيديو واحد، فأتمنى يجي اقبال كثير على الفيديو، لايك وفيت سبسكرايب، حط الصورة هذه متركبة في الانستغرام، حطها لكم في الانستغرام، لا تسوي الفولو واللايكات، وحط صورة الستاند برضو كيف لما يكون فوق الستاند وكذا. ف قلت لكم لا تنسوا من اللايك وفيت سبسكرايب، سلام.